كابتن جمال الغندور رجع لنا تاني. كابتن جمال ازاي حضرتك؟ كريم مساء الخير، ازيك يا كريم؟ الله يخليك كابتن جمال، وتحياتي لكل مشاهدينك. الله يخليك كابتن جمال، مبروك للبرتغال. ماشي كابتن، بتشجع البرتغال ولا ايه؟ تصدق ليه؟ مش عارف، كلنا شجعناها امبارح يعني. عشان رونالدو ويمكن تعاطفا مع الفريق اللي هو اللي مش صاحب الملعب ولا الجمهور يعني. اكيد. طيب لسه من شويه كنت بتكلم في قصه مقاطعه الحكام للزمالك وبعدين طبعا بكره في ماتش كاس مصر الزمالك واتحاد الشرطه، وبعدين في خطاب اتبعت من نادي الزمالك لاتحاد الكوره، وحكيت حضرتك قريت الخطاب ان مضمونه ان الزمالك ما بيتهمش كل الحكام بالرشوه، ولكن في اسم معين حكم سابق الزمالك يعني بيقولوا ان هم مسجلين له مكالمه واتبعتت للنيابه العامه والكلام ده، فالزمالك يعني بيحترم كل حكام مصر. بص يا كريم، نادي الزمالك ده كيان كبير جدا طبعا، لا يمكن ان نزايد عليه ولا يمكن ان يقف في 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 طريقه مش هقول شخص بل اشخاص كتير، تمام، الاف واكتر من كده. نادي الزمالك شانه شان الانديه المصريه الكبيره، الاهلي والاسماعيلي والاتحاد والمصري والمنصوره والاولمبي، ومش عايز انسى حد، الترسانه، الانديه الكبيره دي ما حدش فينا ما بتقفش علينا ولا بتقف على حد فينا خالص، وبالتالي نحن لسنا في خصومه مع نادي الزمالك. تمام. بالمره. تمام. نحن لكن كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك. الزمالك كيان زي ما قلت لحضرتك، العاب مش لعبه واحده، مش كره القدم، اكثر من 25 لعبه، اجهزه فنيه، جماهير عريضه في مصر وخارج مصر. فبالتالي نحن لسنا في خصومه مع نادي الزمالك، المساله انك انت يعني انت اتهمت في شرفك. ايوه. بكلام قد يكون هذا الكلام في وقت عصبيه، في وقت نرفزه، في وقت انت تقصده، كل هذا الكلام احنا كحكام لا، نحن في غنى عن ان احنا نسمع هذا الكلام. تمام. الحكام المصريين من اشرف ومن انظف الحكام على مستوى العالم، وانت تعلم ده تماما. الحكام المصريين بيغلطوا، الحكام المصريين لكن ما عندناش لا قضيه رشوه، ولا عندنا حكم اتمسك برشوه، ولا عندنا حكم يعني تعمد ان هو يلعب مع فريق لصالح فريق. هي اخطاء بشريه، ممكن تكون عندك نسبه زياده شويه، اقل شويه، ممكن يجي ليك اكثر من اللي عليك او اللي عليك اكثر من ليك، هي دي كره القدم. تمام. وبالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال انك انت كحكم تروح تحكم لفريق رئيس النادي بتاعه بيتهمك بالرشوه. حالتك النفسيه هتبقى عامله ازاي؟ ايوه. لو انت صفرت على ركله جزاء وفيها شك لصالحه، هيتقال انك انت صفرتها عشان خايف، ولو صفرت على ركله جزاء فيها شك عليه، هيتقال انك انت بتنتقم منه. وبالتالي مهما كان الحكم ومهما كان الحكم عادل، اعتقد ان الناحيه النفسيه هنا لها دور كبير في التاثير على وجوده في اداره مبارياتك. تمام. الامتناع عن اداره المباريات ليس عقوبه لنادي الزمالك، وليس امتناع عن اداره مباريات لنادي الزمالك، ولكن هي مساله انك انت على المستوى النفسي هتبقى غير مؤهل انك انت تدير مباراه للنادي. وبالتالي كان يجب ان يتدخل المسؤولين، تدخل المسؤول الكبير، تدخل مسؤول الرياضه في الدوله المهندس خالد عبد العزيز، بذل مجهود كبير. وبالتالي احنا كحكام زي ما قلت لك هقولها لك 100 مره ثاني، احنا كحكام لا نقبل ان احنا نكون سبب في تعطيل المسابقه، ولا يمكن نكون سبب في عمل فوضى باي شكل من الاشكال، ولكن نحن كنا مجبرين على اننا نتخذ هذا القرار، مجبرين غصبا عنك، لانك انت زي ما قلت لحضرتك انت متهم بالصوت وبالصوره بالرشوه. طلب الحكام ليس معاش معضله، ما طلبوش المعجزه، ما طلبوش شيء صعب انه يتم، كل طلبوه توضيح لهذا الكلام واعتذار عن الاساءه الادبيه والمعنويه اللي اصابتهم. ايوه. باتهامهم بهذا الشكل. واعتقد حضرتك لو في مكان رئيس نادي الزمالك، لو انت تقصد هذا الكلام وتعييه تماما، اذا احنا مش هنقدر نحكم لك. وانت لو انت لم تقصد هذا الكلام ولا تقصده ولا تريد ان تقوله، فبالتالي لما توضح هذه الصوره اعتقد ان ده ما هوش لا عيب ولا يقلل منك ولا يقلل من شأنك. تمام. يعني الحكام هتحكم
هتسحبوا الشكوى او القضيه اللي انتوا عاملينها للنائب العام؟ والله والله يا بص كريم، عايزين الموضوع أنا معلوماتي معلوماتي ان هناك خطاب وصل من نادي الزمالك لاتحاد كره القدم، سيتم نشره على موقع اتحاد كره القدم. ما انا لسه اريد الوقت يا كابتن جمال اهو حالا و... فانا أنا, انا 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 بالنسبه لي انا زي ما قلت لحضرتك، انا بكلمك بصفتي جمال الغندور الحكم المصري، تمام؟ مش بكلمك بصفتي جمال الغندور رئيس لجنه الحكام، لان ما اصاب الحكام اصابني انا كمان. وزي ما قلت انا مش ها مش ها مش ها يعني انا مش هكون في 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 صف غير صف الحكام، تمام؟ جميل احوالك، تمام. حضرتك تقدر تقول وبالتالي موقفنا هيبقى واحد. وبالتالي انا يعني ايه في الساعه او الساعات القليله اللي جايه ديت اعتقد هنتخذ قرار جميعا وسيتم تنفيذه. ام انما المباراه عايز اطمنك ان المباراه لن تتاخر دقيقه واحده عن اقامتها، وستقام المباراه، لان احنا كمان ناس مسؤولين ومش هنتسبب في تعطيل المسابقه ولا هنتسبب في افساد متعه الجماهير المنتظره في الملعب. سؤال كده سريع، انت حضرتك بتقول احنا هناخد قرار الفتره الجايه وهننفذه، ايه يعني حاجه بره الكوره ولا بخصوص الشكوى ولا بخصوص ايه بالظبط؟ لا، هو احنا كنا النهارده في مباحثات وفي امور بين الحكام وبعضها وبينها وبيننا وبيننا وبين المسؤول الاول في الرياضه هو وزير الرياضه، وبيننا وبين الرجل المسؤول عن كره القدم دلوقتي وهو العميد فرد سويلم اللي هو رئيس الاتحاد الحالي. رئيس الاتحاد الحالي اللي هو برضه بيبذل مجهود كبير في احتواء هذه الازمه. وبالتالي اعتقد يا كريم ان احنا لو تحقق لنا ببساطه شديده كده ان احنا اصبحنا غير متهمين، ولو تحقق لنا انه 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 هناك نادي كبير زي نادي الزمالك بيحترم الحكام المصريين وبيكن لهم التقدير والاحترام، احنا ما عندناش سبب ان احنا نمتنع عن جوله المباراه، تمام؟ وبالتالي احنا زي ما قلت لحضرتك احنا لسه في يعني الموضوع كله اتفتح يمكن النهارده من الساعه 2 الظهر، فبالتالي ان شاء الله في جميع الاحوال زي ما قلت لك وانا على مسؤوليتي الشخصيه بقول لك ان المباراه هتتلعب. طيب حضرتك تقدر تقول لي طاقم التحكيم بكره ولا لسه ما تمش الاعلان ما تقدرش؟ لا حتى الان يا كريم الساعه كام دلوقتي معاك؟ الساعه 12 ونص. خلاص يا كابتن ده ناقص حوالي يعني كام ساعه؟ حوالي 16 ساعه الماتشات او 17 ساعه. النهارده يوم المباراه صح؟ وده هتبقى صفقه تاريخيه. حتى الان يا كريم احنا لم نعين طاقم التحكيم. ما عينتش لغايه دلوقتي؟ لغايه دلوقتي. طب افرض حكم حضرتك عايز تعينه وما لقيتوش مثلا، مش موجود الكلام ده، مسافر. ما تقلقش، انا بقول لك المباراه هتتلعب في ميعادها، تمام؟ وهتتلعب في ميعادها، وفي نفس الوقت كرامه الحكام ومطالبهم هتكون محققه ان شاء الله. تمام، بشكرك شكرا جزيلا، كل الاحترام للحكام المصريين، كل الاحترام للكيانات الكبيره في مصر، الانديه المصريه، اتمنى ما يكونش في مشكله في الفتره القادمه. سريعا.